أهم حاجة هي لأنه أعضاء المكاتب يكونوا حاضرين وبالعدد الكافي. جاتنا بعض التشكيات في النقص كملناها، خاطر في نفس الوقت عندنا احنا قائمة تكميلية نجموا نزيدوا منها معناتها اعضاء ونبعثوها معناتها للاماكن اللي ثم معناتها نقص. التشكيات من المواطنين جات فقط من ثم بعض المواطنين وقت اللي يطلب خدمة يعني تكميلية يو اس اس دي يمشي للمكتب ما يلقاش اسمه. هذه أهم التشكيات اللي جاتنا، وإن شاء الله إحنا نحاول نلقاو حل مع الهيئة المركزية. معناها بعد ما تكوشي وتسكر الورقة من ذلك تبصم بالله؟ أفهمك حاجة، هي طاو كنت تتكلم فيها رأي قتلي، أنت شفت اللي قبلك وصف ورقة وعملت كيف؟ فأنت أنا مش أنت شفته ولا شكون اللي قبلك أنت حتى وصف الورقة نتاعو من تالي، أنت بصمت كيف ومن تالي وهو كيف زيزة معناها مش هي قتلك احنا ما قتلوش امبوسيبل احنا ما قتلوش هي ليش احنا انفورماسيون جملة لا مش حكاية ما نقولوش شكون اللي يبصم مش الريال راه نتبعوا ريت شكون يبصم يبصموا هكايا ديريكت اللي ما يعرفش صح لا لا حتى تو هما جوج بغزاغرة تما جملة كرواي شرق يعمل عليك شيء كي توا يحكي لي قالت لي نقصد في الواحد لا ما فماش كلمة الاسم باش يجيو هكا يقولوا مش في ورقة الانتخابات حتى حاجة على الليزية. أنا بصراحة مشيت كان مشكل المكتب انتخب فيه بيان سور أنا انتخبتوني في صدقي أنا مشيت لبلايص أخرين فما بلايص لقيت فيهم ناس نعرفهم نهذا ومش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وين الكل أي نقول لك عليه وين النجاح اثنين اللي في الملاسين يقولوا له ولد عيال عندي قريبتي مرة كبيرة بالواحد مضريرة وبنتها معتها معاها وصلتهم هنا قعدت نخزر بون الحاكم موجود الجيش موجود كل توتي بيان ما يضربوات والطبيل قدام الواحد هذه اول حاله ما لقيناش اسمها مش موجود مش اول حاله فما قعدات يتشكيو من الاخر فدوا وعملوا هكا وراك غلطين في المكاتب نتاعهم فما يقعدوا من الاخر مثلا في مدرسه فلانيه جاي لهنا ما لقيناوش اسمه اما انت ما لقيناكش اسمك جمله معناتها تلمو ماكش مقيده ولا مقيده عادي ما في قعدتوا اعمل نجمه 195 نجمه انا عملت قيد اسمك قلت اسمك ما قلتش اسمك ما انت قيد عندك ثم ديلي حطيته الهيئة وفي الديلي هذيك ما عادش فما تقييد ما عندك ما قيدتنيش جملة ممكن ما تقيد سما تعمل نجمة 195 نجمة تقيد فيها هاكا لقيت اسمها ما فماش حتى حل آخر هاكا هاو معناها واحد ما تتصل تمشي تتصل بالهيئة تتصل بالهيئة في باب هناك تشوف معاه تهز بطاقة تاعك نتاعك جد ما قعدناش نعذب روحي الهيئة ما قعدناش مسؤولة هذا ما العسل هذا ما عشان حبوه يخليه الناس في حريتهم فهمتي على حريتهم فهمتي سايب العباس قالت فرق اللي حب كل واحد واحد والله الهيئة لا 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 واحد من برا من برا 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 اللي دور يقول الباجي قال سيدي الحب يمشي الباجي يمشي والحب ما حبش يمشي الباجي يمشي حر نو فما حتى مشكلة جوست قيدت انا ومرتي في اللاك دونك مشينا باش نفوتيو في مدرسة ناجي قليبيا دونك نلقاها هي معناتها مسجلة وأنا مش مسجلة سألت غادي معناتها اللي كونسي بالهيئة العليا نتاع الانتخابات قال لي سي سامبل خذ الريسو وبر مشي لبلاب بنات وإن شاء الله تعاود فوتي معناتها قال لي فما معناتها نورمالمون معناتها حاجة أخرى معناتها لاباس سافا هي مسجلة زوز سجلنا في نجف ليبيا دونك عملتوا مطلب تسجيل اسمه مطلب تسجيل مش معناها سجلته والله ما نسيت خليني أنا نكلمك تو أنت ما تزيد لي الأوراق عملت مطلب تسجيل احنا خذينا المثل هذا الكل أون لي زاد خيتي دمناهم ثم عباد عندهم موانع نتاع تصويت وبعد عملنا القائمة النهائية للناخبين شو معناتها موانع نتاع تصويت؟ عندنا موانع اللي مثلا تلقى عند ميليتير اللي ما عندوش السنة القانونية اللي عنده مثلا مانع قانوني عنده عقوبة في حكم هذوما يسميهم موانع التصويت من علاش احنا نعملوا نقبلوا المطالب وبعد نهبطوا القائمة سينورا ونقول كاش بطاقة تعريف يجا صوت ثم عباد عندهم ديكات منحهم التصويت وبعد نشرنا القائمة النهائية للناخبين وقلنا بوسائل الإعلام الكل الراديو والتلفاز يا مواطنين اطلعوا عليها يا اما في الباج نتاع ليزي والا في المعتمديات ولا في مقر الهيئة الفرعية وعندكم اجل 5 أيام باش تعترضوا اللي ما لقاش اسمه ما لقاش اللي هو صار ويعتبر روحه ما عندوش اشكال اللي ما لقاش اسمه يعترض يجي يوضح لنا علاش ونشوف الاشكال وصارت حالات كيما هكا وحاطين له اساميهم انت على ما يبدو عملت المطلب
من بعد ما تفقدتش ليه بالكود توا نو سانسيرمون ما تفقدتش فوالا ما تفقدتش دونك خليت لو جور جي لو جور جي مالوغوزمون توا ما في لازم لا كيفاش قائمه الناخبين تسكرت من اوت معليش مرتو هو كان نفس الحكايه مرتو القاتس مرتو هي انسان اباغ وهو شخص اخر معناها مرتو جات التسجيل وانت باه لا يا مدام ما فماش تاكيد تسجيل انت تعمل مطلب تسجيل من بعد باش تثبت قلنا لكم اعملوا ايتوال 195 نجم تثبت تلقى روحك سجلت وهو كان ثبت باش يلقى روحه ما سجلش كان ينجم يدارك في الاجل للاجل تاع الوفاء تقول لي مرته ما ثبتتش مرته لحسن حظها ان في با دو بروبليم دونك حتى كان ما ثبتتش مش مهم هذاك اللي كنتي باش تدارك كتثبت هذاك انا نسكن في حي تحرير كنت ماشيه باش نتخفى في حي تحرير مشيت الصباح قالوا لي اسمك مش موجود موجود في الكيف ومن بعد في جربه عطوني الورقه هذايا على اساس باش نمشي نتخبى بعثوني قالوا لي بالفيدير من بالفيدير بعثوني لاداره الهيئه قالوا لي شرط القصب جيت لهنا قالوا لي تابعه في يعني من واحد لواحد مش هما بعثوني من غادي لهنا مكتب الاقتراع غادي ليه قال لي امشي لاداره الهيئه غادي من وزاره الاولى مش انا قال لي وتوها قلتوا لي برا المنزه يعني من صباح ربي وانا ندور حي تحرير ما عندها دخل في حد شيء تونس واحد حدها زهور ملاسين سيدي حسين كباريه سيجومي حي هلال تعرف في تونس يبدا واحد يبعث في لا 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 لا, لا. انت حي تحرير العمران والعمران الاعلى وحي ابن خلدون والمنازه ايه كلهم من الاول عملت مشيت بدلت نورمالمون نلقى اسمي موجود انا ديجا سيي عطوني الورقه هذايا علاش ما لقيتش اسمي عطاك اسمك برا حسب الريسبونسابل على باز دوني ماهوش عندي الباز دوني كان جاي عندنا باز دوني لهنا ندخل باز دوني ماهيش اكسيسيبل ماهيش اكسيسيبل للسنتر الكل خويا انا مانيش مسؤول على الباز دوني لهنا راه بس دوني فيها نوامر عبيد نوامر بطاقة تعريف عبيد باش يكون مسؤول عليها إنسان واحد معناتها مش اللي يجي نجم يدخل يشوف الباز دوني وياخو شي يحب ويعمل شي يحب نحنا فما ديزوبيراسيون صارت تعدي أنا واحد من الناس عديت برشة ديزوبيراسيون أمورهم واضحة واللي كان اللي تشوفوا فيهم قلة قليلة